الغوص بسيارة أنفكال كهربائية في عالم بلا حدود. البحار الجيد لا يصاب بالدوار أبداً. نعم، يتملكنا شعور خاص عندما نقود هذه السيارة من الشارع إلى الماء. إنه شعور خاص بالحرية. إضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة. كل ما أسمعه في سيارة أنفكار الكهربائية هو صوت المراوح وقليل من ضوضاء نظام الحركة. هذه الضجة التي تحدث عندما تقود سيارتك عائداً وبعد ذلك تستمر في القيادة. أنفكار حلم يتحقق. إنها حقاً حرية بلا حدود. أنفكار ترمز بالنسبة لي إلى ذلك الشعور الرائع بالبهجة والاحتفال على الماء مع الفتيات والشامبانيا. يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بخفة الروح. وهذا ما يتحقق بالفعل بفضل ماتياس كانتر الذي حول السيارة البرمائية إلى سيارة كهربائية. لا نسمع في السيارة طقطقة المحرك ولا نشم رائحة كريهة ونشعر بالطبيعة أكثر. أنفكار سيارة برمائية تسير على اليابسة وعلى الماء ومدعومة بمحرك بنزين بقوة 41 حصاناً، وقد عرض نموذجها الأصلي لأول مرة في معرض السيارات الدولي في فرانكفورت عام 1963. هذه المراوح تأخذنا إلى عنصر جديد وهو الماء. كانت أنفكار أول سيارة من نوعها تنتج بأعداد كبيرة، وقد بنى صنيعها الألماني هانس تريبل نحو 3800 سيارة منها بين عامي 61 و68 بسعر 10500 مارك ألماني، أي ما يعادل 5000 يورو، وهو ضعف سعر سيارة فولكس فاجن الخنفساء آنذاك. هذا هو كتيب المبيعات الأصلي، وهكذا كان التسويق في ذلك الوقت. هنا تغوص السيارة في البحيرة أو في النهر. كانت ستينيات القرن الماضي عقداً من التغيير الكبير. ظهر جيل جديد وتغيرت أشياء كثيرة، وازدهرت الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت فرقة البيتلز. كانت هناك نهضة، وكان هناك مزاج متفائل، وكانت أنفكار ترمز بالنسبة لي إلى ذلك الشعور الرائع بالبهجة والاحتفال. وظهرت سيارة يمكن أن تسبح في الماء، وكان هناك أشخاص سافروا بها حتى إيطاليا. سيارة بقوة 41 حصاناً ويمكن أن تسبح في الماء أيضاً. كان عليك أن تكون مثالياً حتى تتخيل سيارة كهذه. ماتياس كانتر صاحب فنادق في ترابند تراربخ على نهر موزل، ويعشق جمع سيارات أنفكار أيضاً. في عام 2017 عندما تحول إلى الطاقة الخضراء في فنادقه، كلف شركة إيكاب موبيليتي في ساكسونيا السفلى بتحويل أنفكار إلى سيارة كهربائية. أخرجوا في البداية المحرك الذي صار محركاً بديلاً لسيارة أخرى. نرى هناك كيف تبدو سيارة أنفكار بمحرك كهربائي. لدينا هنا صناديق البطارية، وتحتها يوجد المحرك الكهربائي الذي تم ربطه بناقل الحركة القديم. إنها ليست مثل تسلا، حيث لا يتعين على السائق عملياً سوى القيادة والتسارع والضغط على دواسة الفرامل. هنا عليك تغيير التروس. عند السرعة البطيئة يمكنك أن تسير بها 8 ساعات فوق الماء، أي لا يمكنك الإبحار بها بسرعة عالية دائماً لأن البطاريات ثقيلة جداً، وهذا هو السبب الذي يجعل السيارة تتوغل أعمق قليلاً في الماء مقارنة بسيارة برمائية عادية. إنها تزن أكثر من محرك عادي.
ومن أجل إعادة توزيع الوزن أضاف الخبراء كتلة بطارية أخرى في المكان الذي كان يوجد فيه خزان الوقود. بعد نحو 70 عاماً صار لدينا هذا الصندوق الذي يحتوي على البطاريات. هذا هو المكان الذي نصل فيه إلى المقبس مثلما الحال في السيارات الكهربائية الحديثة. الإصدار الكهربائي أسرع قليلاً من محرك الوقود، غير أن سرعته القصوى أقل بمقدار 20 كيلومتراً في الساعة. ولكن الإبحار بهذه السيارة المكشوفة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة ما يزال سريعاً بما فيه الكفاية. أمفيكار ليست سيارة سيئة وليست قاربا سيئا، غير أن الجمع بينهما هو الذي يجعلها سيارة متميزة. تتعثر قليلا مثلا على الطريق لأن بها إطارات مطاطية عالية، غير أن البحار الجيد لا يصاب بالدوار أبدا. قيادة أمفيكار ممتعة في أي حال من الأحوال. من الجميل أن تقود السيارة من الشارع إلى الماء، إنها حقاً حرية بلا حدود. حان الوقت لتكون السيارة جديرة بالإبحار. وبطبيعة الحال يجب أن يكون طوق النجاة في المتناول، ويجب تثبيت مصابيح إبحار إضافية أيضاً. أمفيكار مرخصة بوصفها سيارة ومرخصة بوصفها قارباً، وتحتاج بوصفها قارباً إلى إنارة ملاحة خلفية حتى تتمكن القوارب في الليل من معرفة ما إذا كنا قادمين من الأمام أم من الخلف، ومن الممكن معرفة ذلك بفضل الإنارة في المقدمة أيضاً. المصابيح الأمامية زائدة عن الحاجة الآن، وأخيراً من الضروري التحقق من عمل بوق القارب. ولا ينبغي نسيان الشريط المطاطي الواقي من تسرب الماء. لدينا هنا شريطان مطاطيان فقط يمكن أن نضغط عليهما بواسطة هذه الرافعة، مما يضمن لنا إغلاقاً محكماً بشكل كامل. أما بالنسبة للأبواب فيصل خط المياه إلى هنا تقريباً. أمفيكار جاهزة الآن للإبحار. حان الوقت للدخول إلى الماء. سأبدأ بتشغيل المحرك. سأشغل المروحتين ثم أختار وضعية السرعة في الترس. والآن أدخل إلى الماء. سأقود إلى الماء مباشرة وأسرع قليلاً بالضغط على دواسة السرعة. المراوح قيد التشغيل. نبحر الآن. أضع الترس على الوضع المحايد حتى تتوقف العجلات عن الدوران. لا نحتاج إلى مجداف لقيادة هذا القارب لأن التوجيه يتم عبر العجلات الأمامية، وهذا هو السبب في ارتفاع العجلات المطاطية. وبطبيعة الحال كلما ارتفعت العجلات كانت القيادة أسهل. توقف إنتاج السيارات البرمائية في 60s القرن الماضي لأن صناعتها كانت تكلف أموالاً باهظة في وقت كانت فيه أرقام المبيعات متدنية جداً، لكن غانتر واثق من أن المحرك الكهربائي سيمنح السيارات البرمائية فرصة جديدة. لقد صار من الممكن اليوم صناعة السيارة بطريقة أسهل بحيث تستهلك كهرباء أقل وتسير بسرعة أكبر. وإذا كان لدى شخص ما الشجاعة لتطوير السيارة وبيعها بسعر معقول في الأسواق، فأعتقد أنها ستكون ناجحة جداً. أيضاً نهاية الرحلة بأمفيكار كانت مثيرة. سأضع الآن الترس في وضعية السرعة الأولى وأتسارع بعدها بأقصى حد. الآن سأسير في هذا المخرج صعوداً. تترنح السيارة قليلاً. والآن تبدأ العجلات الخلفية في العمل. أنا الآن على اليابسة.
نسمع ضجيجا عند الخروج من الماء، وبعد ذلك نستمر في القيادة. إنه شعور رائع. غالبا ما يدعو ماتياس كانتر ضيوف فنادقه إلى رحلة على متن سيارته أنفيكار لاكتشاف نهر موزل والمناطق المحيطة به من زاوية مختلفة تماما. معظم الضيوف يريدون ركوب السيارة البرمائية الكهربائية أنفيكار للقيام بنزهة في نهر موزل. ما يميز هذه السيارة البرمائية الكهربائية هو أنها أقل ضوضاءً من مثيلتها التي تعمل بالبنزين، وبالتالي يستمتع المرء أكثر بالبيئة المحيطة به، خاصة في ساعات المساء عندما تغرب الشمس. والمرء يقود السيارة عبر المياه هنا، حيث يستطيع الاسترخاء والشعور بالهدوء النفسي. السيارة البرمائية الكهربائية وسيلة نقل بأبعاد جديدة تماماً، وبالتأكيد من أجمل وسائل التنقل براً وبحراً.